مقابلة كلاسيكية ومقابلة ديما تبدأ حماسية ما بين الفريقين، وديما كل جمعية تحب تنتصر. هذوما جمعيات كبار، هذوما يلزمهم واحد يحتاط وما يعبش على أعصابه، ماذا بينا ما تنسش الأعصاب نتاع الملاعبية ولا المسؤولين، باش الجمهور ما يوليش ينفعل وتقعد في نطاق رياضة وبرا. وهذه كورة نتاع ساعة ونص ما تختلفش على حتى شيء، فما فيها الرابح وفيها الخاص. هذه متعدل ماتش مقابلة طيبة ومقابلة في الروح الرياضية وتعرف المستوى الواحد يقول تو يليح الجمعية ومن ناحية الجمعية هم جمعية كبار، وهذه كورة متاع ساعة ونص واللي العيال يلعب مليح وانتصر صح عليك. ما نعرف لازم نعرف التكهولات ديما هكاك في طبيعتي، يقولوا شبيه أو مش نرفقوا ما الكل مش نرفقوا خاطر أخي موت الآخر مش فريق واحد عريق وفريق عنده ماضي وعنده خبرة متاعه. معناتها انكار دي فينال باهي تتسمى من عام الأول اليوم ليسبيرونس الفالونتاني، معناتها الماتش هذا دي كونديسيون ما أحسن من عام ليتوال اكيد هي معناتها ليكيب شامبيون جاهزه في معناتها وقت اللي نشوفوا ليفيكتيف تاع ليتوال اونكور اون فوا سنه معناتها ما سايب الجوارات برشا حافظ على المجموعه نتاعو اجمالا بالستاف تكنيك بالجوارات ليسبيرونس لا رام ترانفورسي ليفيكتيف نتاعها. جو بونس كو ليسبيرونس سنه باش تكون اقوى من عام الاول اكيد خاطر معناتها دي ديفايونس كبار كانوا عندنا فلوس لي كومبارتيمون التالي والقدام. جيسبر كو تصلحوا معناتها في العام هذا بلي ريكروتمون هذوما اكيد باش تكون مقابله قويه، مقابله كالعاده مهما كانوا الاسامي اللي في وسطها ملاعبيه او نيفو معناتها ليتوال وليسبيرونس ديما ماتشوات شوك وماتشوات تكون سخان وماتشوات فيهم الحماس الموجود وما تنجمش تعرف شكون الرابح كلك سوا في تونس ولا في سوسه الا بعد المقابله. نتمنى الانتصار الفريقي هذا اكيد، هذه مقابله كاس واكيد الترجي خاطر المقابلة ذي أشوف المقابلة ذي الاسبرانس في كل فريق يحاول باش ينتصر فيها أكثر من مقابلة الكأس. هو شكون بشيخه معنويا باش يكون عنده دبي سيزون أفونتاجي عليه معنويا الجريك أوكي معناتها سيزون ديس سبيسيال فيها دو بول وكذلك ان ليسبيرونس نحاولوا باش نرفعوا المقابله هذيا باللي فوريك نتاع لي ريكروتمون بالشوا اللي تعملت نحاولوا باش ندخلوا ديريكت في الموضوع يلزمنا نرفعوا المقابله هذيا باش معناتها نونتام شامبيونز ليغ ولا شامبيونات تونيزي مورال به.